الدين المعاملة، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، الدين المعاملة. لما ترى إنسان ينفعل أو يغضب ويخرج في كلامه عن طور الأدب مع أخيه أو مع أسرته أو حتى مع زوجته، أو العكس، أن تكون الزوجة تخرج عن طور الأدب في حديثها مع زوجها أو في تربيتها لأبنائها، أو كذلك الرجل، تعلم يقينا أنهم لا يلتزمون أدنى معاني الخلق العظيم، ربما رجعوا للجانب الآخر، وهذا سبب مدمر للمجتمعات. كثير من الأسر تدمرت، كثير من العلاقات ذهبت، كثير من الإخوان والعائلات صارت بينهم القطيعة وصار بينهم العقوق، نتيجة أنهم لم يتحلوا بهذا الخلق الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار ميراثنا. نحن ليس ميراثنا الجهل، ولا ميراثنا العتب، ولا ميراثنا الغضب، ولا ميراثنا الانتقام. نحن ميراثنا الأدب والخلق والحكمة والحلم الذي دعانا إليه مولانا، حتى في أسلوب المعاملة مع الأضداد. بطبع الإنسان يعيش في مجتمعات، لك من يخالفك، ولك من ينازعك، ولك من لا يرتضيك، ولك من لا يعترف بك. كيف تحسن التعامل معه؟ لا نفاقا لأجل تجلب قلبه لك، ولكن من أجل أن تعلمه أن هذه القيم والأخلاق هي سلوك الأمة المحمدية، وهي الشيء العظيم الذي يناله العبد عندما يلقى الله سبحانه وتعالى، فيجد له في مقام الآخرة المقام الأعلى والمقام الأسمى.